نطلع من موضوع المقاس اتفضل. ونروح لموضوع تاني في نفس السياق، ولكن هو طيب انا عندي النادي الاهلي مؤسسه ناجحه جدا طبعا والاكثر نجاحا ما شاء الله في مصر وفي افريقيا وعلى الصعيد العالمي، له دور وله تواجد بشكل كبير ما شاء الله. طيب لماذا الناس اللي وضعوا او فكروا في وضع، لان اكيد انا مش هقول ان اللي وضع اللائحه الاسترشاديه دي شخص واحد، اكيد هم يعني بعض من الاشخاص كل واحد حط القانون الملائم من وجهه نظره او مناسب للانديه، لماذا لم يتم الاخذ براي المؤسسه الاكثر نجاحا وخد خطوط عريضه ممكن تفيد الرياضه المصريه في حاجات كتير جدا؟ صحيح، بس عايز اقول لك حاجه، لما تيجي تقول مثلا ان انت لو خدت نموذج بتاع النادي الاهلي، هو نموذج على فكره يحتذى به بالتاكيد، نادي ناجح في في في, في على المستوى الرياضي، نادي ناجح على مستوى الانشائي، نادي ناجح على مستوى الاستثمار والترويج، والترويج للنادي وبيع سلعه النادي المنتج الرياضي بتاعه ده والاسم واللوجو والزخم الجماهيري اللي حواليه، تقول اه النادي الاهلي ناجح جدا. انما طيب النادي الاهلي النهارده عامل الاهلي ستور بيبيع فيه تيشيرت الاهلي، لو انت خدت نموذج النادي الاهلي بكل حذافيره هتيجي تبص تلاقي هذا النموذج ينطبق على النادي الاهلي بس. في انديه على فكره مش عارفه تجيب، اخد المبادئ يا فندم، مش لازم اخش لحته الاهلي ستور. احنا خدنا المبادئ على فكره في الباب بتاع الاستثمار في القانون، في الباب بتاع الاستثمار في القانون مثلا عايز اقول لك ان تم اللي احنا استوحينا كثير من تجارب النادي الاهلي كمؤسسه ببناء مؤسسي، وده اللي بيقوله جمال وحرك، قلته يا كابتن فاروق ان النادي الاهلي رحمه الله عليه يجي فريق مرتجى يرحل الفريق مرتجى، يجي العظيم الكابتن صالح سليم يرحل الكابتن صالح سليم، يجي الكابتن حسن حمدي بتميزه وبقدراته الاداريه يرحل الكابتن حسن حمدي، يجي المهندس محمود طاهر يرحل المهندس محمود طاهر، يبقى في كل هذه المسيره النادي الاهلي. ليه؟ لانه ما اعتمدش على افراد، لان النادي الاهلي كان نموذج مؤسسي، النادي الاهلي هو اللي بيدير فيه، اللي بيدير النادي الاهلي مش الافراد، النظام في النادي الاهلي، المؤسسه في النادي الاهلي، تقاليد النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي، هو ده اللي بيدير النادي الاهلي. لما تيجي اقول لك انا بباب الاستثمار كثير من النصوص وضعت قياسا على تجربه النادي الاهلي في كيفيه اداره اسمه اداره رأس ماله اللي أبرزه جماهيره العريضة في مصر وفي الوطن العربي، اللي إدارته للكيان، التيشيرت يتباع إزاي، إزاي أسوق الاسم، إزاي أحافظ على الملكية الفكرية لاسم النادي الأهلي ولوجو النادي الأهلي، إزاي أعمل أول نادي عمل قناة عشان تبقى قناة لجمهور النادي الأهلي. فتجارب النادي الأهلي كان يجب أن توضع في الاعتبار، حطيناها في الاعتبار وإحنا بنحط باب الاستثمار، وحطينا في اعتبار تجارب ناجحة أخرى في أندية أخرى، انما كانت التجربه الاكثر ظهورا والاكثر تاثيرا هي تجربه النادي الاهلي. فبالتاكيد واحنا بنحط القانون وهو الاهم، حطينا في باب الاستثمار عدد من النصوص اللي هي خدنا فيها اقتدينا فيها بتجربه النادي الاهلي. دكتور